السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، مع المحاضرة العاشرة من الكريستال كيمستري، وإحنا هنقسم الجزء ده لجزئين عشان يعني كل جزء منه مرتبط ببعضيه. هنتكلم في الأول في الكيميكال بونز، وبعد كده هنبدأ بالأيونيك، هناخد بعد كده الأيونيك بوند المنفصل. سبب ان احنا بنتكلم في الكيميكال بوندز ان احنا هنبدا نتكلم عن الانترنال ستراكشر بتاعه المينرالز، والانترنال ستراكشرز دي بتعتمد بشكل اساسي على نوع البوندز اللي هي بتربط الاليمنتس دي ببعضها. واحنا هنقسم المينرالز تقسيمه تانية، احنا كنا بنقسمها قبل كده تقسيمه حسب هل هي كربونيتس، هل هي سيليكيتس، هل هي اوكسايدز، ايا كان وات ايفر. دي كانت التقسيمه اللي احنا كنا بنقسم بيها قبل كده. احنا دلوقتي لما بنتعامل مع الانترنال ستراكشر، فاحنا هنقسم المينرالز اعتمادا على الكيميكال بوندز اللي بتربط الاليمنتس ببعضها. طيب، احنا عندنا الاساس الفيزيكال والكيميكال بروبرتيز بتاعت المينرالز بتعتمد اساسا على القوه اللي بتعمل اتاتشمنت للاليمنتس دي ببعضها، اللي هي في الاخر بنسميها الكيميكال بوندز. الكيميكال بوندز دي بتعتمد غالبا على الفالنسي بتاعت الاتومز، وبتعتمد على السايز بتاعت الاتومز. فده هنيجي نشوف بعد كده الالكترونيجاتيفيتي اللي هي بتحدد بشكل اساسي نوع البوند اللي هتتكون عندي نوعها ايه. برضو الـ احنا المفروض يعني بشكل اساسي بنقسم البونص عندنا لخمس انواع رئيسيه. احنا هنقول هم طبعا اكتر من خمس انواع، لكن احنا اللي هنتعامل معاها خمس انواع، واللي يعني هتبقى ان فوكس هم ثلاث انواع بس يعني. لكن احنا عموما بنقسمها لخمس انواع، دي المشهوره، خمس انواع الاساسيه المشهوره، وعلى اساس الانواع دي بنقسم انواع المينرالز بعد كده. الخمس انواع دي اللي هي الايونيك بوند والكوفالنت بوند والفاندر فال بوند، او احنا بنسموه الفاندر فال فورسز، والهيدروجين بوند والميتاليك بوند. احنا اللي احنا هناخده هنقسم، هنقول عندنا في حسب الايونيك بوند هنقول في عندنا الايونيك مينرالز، الكوفالنت بوند هنقول في عندنا الكوفالنت مينرالز، وفي الميتاليك بوند وهنقول الميتاليك مينرالز. اما الفاندر فالز والهيدروجين بوند دي حاجات بتبقى سكندري، وبتبقى غالبا موجوده في بعض المينرالز، يعني بعض المينرالز اللي هي بتبقى ايونيك بيبقى فيها معاها فاندر فالز، او بيبقى فيها مثلا هيدروجين بوند، او بعض المينرالز بتبقى كوفالنت بيبقى فيها سكندري فورسز زي الفاندر فالز وكده. لكن الاساس اللي احنا هنتعامل معاه اللي هي الايونيك بوندز والكوفالنت بوند والميتاليك بوند، وعلى اساس كل نوع من دول هنقول في الجروب اوف مينرالز، ايونيك مينرالز والكوفالنت والميتاليك مينرالز. هنبدا ب طبعا ده مثال بس بيوضح لي شكل البوندز بتبقى ازاي. احنا هنتكلم عن كل نوع بشيء من التفصيل. طبعا انتم المفروض كليه علوم، فانتم المفروض ده حاجات واخدين ان ديتيلز، فاحنا هناخدها بسرعه مع بعض. ده شكل الايونيك بوند، مثال ليها مثلا هو جايب لي الصوديوم كلورايد، وده اللي هو الهالايت، وده مثال مشهور جدا للايونيك بوند مينرالز. الكوفالنت، ودي احنا عارفين بيبقى فيه شيرنج ما بين الاتومز، بيبقى فيه شيرنج في الالكترونز في الاوتر سيلز الموجوده عندي. والميتاليك، ودي بتبقى في حاجه في الاتومز بتبقى يعني في كلاود او في سحابه من الالكترونز بتدور حولها، ودي هنتكلم عليها ونبقى نضرب عليها مثال بمينرال او اتنين في اخر المحاضرات ان شاء الله. طيب، اول نوع قلنا عندنا الايونيك بوند. الايونيك بوند دي اساسها بيعتمد على ان في عندي بعض الاتومز بتفقد الكترونز او بتكتسب الكترونز. الاتومز دي بتفقد الكترونز او بتكتسب الكترونز، وبالتالي بتتحول للبوزيتيف والنيجاتيف تشارج ايونز. اللي بتفقد الالكترون، فقدت نيجاتيف تشارج، وبعد ما فقدت نيجاتيف تشارج دي بتبقى بوزيتيف، تبقى بوزيتيف دي الكاتايونز. والعكس لو هي اكتسبت الالكترون بتبقى نيجاتيف تشارج، وبتبقى بتديني الانايونز. اعتمادا على ان انا في عندي حاجات بتفقد وحاجات بتكتسب،
وفي ده نيجاتيف، ده بوزيتيف تشارج، وفي اتراكتيف فورس بين الـ بين التو اوبوزيت تشارج ايونز. اكتر تقريبا من 90% من المينرالز اللي موجوده عندي بتبقى ايونيك بوندز، بتبقى ايونيك بوندز. وزي ما نيجي نشوف كده ان مفيش عندي رابطه بيور ايونيك بوند، لكن بيبقى في عندي بعض الروابط بيبقى فيها نسبه كبيره منها ايونيك، وفي بعضها بيبقى كوفيلنت. لكن يعني ان جنرال احنا اكتر من 90% من المينرالز الموجوده عندنا بتبقى بالايونز اللي فيها مرتبطه ببعض بالايونيك بوندز. اهم حاجه عشان اقدر احدد نوع البوند اللي هتتكون نوع ايه بالظبط، ان انا بحدد حاجه اسمها الالكترون نيجاتيفيتي. الالكترون نيجاتيفيتي دي اللي هي القدره بتاعه الايون عشان تبقى اتراكت للالكترونز. التيبل ده بيمثل لي الالكترون نيجاتيفيتي بتاعه البريودك تيبل الاتومز او الاليمنتس الموجوده عندي. لو انا عندي مثلا عنصر زي الفلور، الالكترون نيجاتيفيتي بتاعته 4، ده اكتر عنصر عنده الكترونيكتيفيتي، على العكس تماما السيزيوم اللي هو في اخر الجدول الدوري تحت شمال، وهنا ده اخر الجدول الدوري فوق يمين. دول اتنين دول يعني الموست اكستريم ليميتس موجوده عندي في الاليمنتس الموجوده عندي في البريودك تيبل. اعتمادا على الفرق في الالكترونيجاتيفيتي ما بين الاتومز وبعضها بيبدأ يديني نوع البوند اللي ممكن تكون موجود عندي. لو الفرق بيبقى تقريبا في حدود 2، في حدود 2، بالتالي بيديني الايونيك، او غالبا بتبقى ايونيك بوندز. يعني مثلا لو قلنا الفلور مع الليثيوم، فلور مع الليثيوم، الليثيوم هنا 1 والفلور هنا 4، الفرق ما بينهم 3، يبقى ده هتبقى ايونيك بوند. وهكذا مثلا الصوديوم والكلورايد، الصوديوم اهو 9/10 والكلورايد 3، الفرق ما بينهم مثلا هيبقى 2 و1، وبالتالي هيبقى ايونيك بوند. وهكذا يعني كان الفرق ما بين الالكترونيجاتيفيتي ما بين التو اتومز اكتر من 2، فبالتالي بتبقى ايونيك بوند. هنتكلم عليها بعد كده بشيء من التفصيل قدام شويه. ده مثال ل اشهر مينرال الموجود عندنا اللي هو الصوديوم كلورايد اللي هو الهالايت، وازاي بيحصل ان انا بي بي الصوديوم بي بيفقد الالكترون الموجود في الاوتر شيل اللي عنده عشان يبقى اقرب حاجه للنوبل جاز بتاعه اللي هو قريب منه، وبالتالي الالكترون ده بيروح للكلورين، وبرضه بيديني الكلورين بيديني الاوتر شيل اللي موجود في الكلورين، بيبقى موست ستيبل او اقرب حاجه للنوبل جاز اللي هو قريب منه في البريودك تيبل. ده مثلا مثال للصوديوم كلورايد وازاي ان هو بيتكون، وهنيجي نتكلم عليه بعد كده بالتفصيل في طريقه تكوينه وليه هو بيكون لي ستراكشر بالشكل ده، وده هنتكلم عليها بعد كده ان شاء الله. طيب السلايد دي مهمه جدا جدا، وتاخدوا السلايد دي مع السلايدز، انا السلايد دي خاصه بالايونيك بوند، هنتكلم بعد كده واحدة زيها في الكوفيلنت، واحدة زيها في الميتاليك بوندز. يهمني ان انتوا تعرفوا صفات كل بوند، المينرالز اللي بتتكون في الايونيك بوند ايه صفاتها، المينرالز اللي بتتكون في الكوفيلنت بوندز ايه صفاتها، المينرالز اللي بتتكون في الميتاليك بوندز ايه صفاتها. الجزء ده مهم جدا زي ما قلت لكم عشان بيقارن لي بين المينرالز اعتمادا على الايونيك بوندز اعتمادا على الكيميكال بوندز اللي بتتكون ما بينهم. طيب بالنسبه للستراكشر الاساسي في الايونيك بوند بيعتمد على بيبقى في رابطه بين الكاتاين والانايز، بين الكاتاينز والانايز، احنا قلنا بيفقد الكترون والتاني بيكتسب الالكترون، بيبقى عندي كاتاين وانايز. طيب البوند اللي بتكون عندي هنا بيبقى في حاجه بسميها النون دايركشنال نيتشر، والجزء ده مهم يعني معلش احنا نفهمه علشان ده هيفيدني في اخر نقطه لما اجي اتكلم على سلايد ليه او نوع الكريستال سيستم اللي بتتكون فيها المينرالز في الايونيك بوند ايه هي، بتعتمد على ايه. معنى كلمه نون دايركشنال ان في اتراكتيف فورس ما بين التو اتومز، الاثنين بيبقى في ما بينهم بعض اتراكشن، الاتراكشن اللي موجود ده قوه الجذب اللي ما بين الاثنين بيبقى قوه متبادله. متبادله يعني ايه؟ يعني ما بين البوزيتيف وما بين النيجاتيف، وبالتالي ما فيش واحده منهم هي قوتها اكتر من الثانيه، وبالتالي بسميه نون دايركشنال نيتشر.
نون دايركشن النيتشر ده يعني هيفيدني بعد كده في تكوين الكريستال سيستم او اختيار الكريستال سيستمز اللي المينرالز دي هتتكون فيها. طيب اهم البروبرتيز بتاعت الايونيك مينرالز، بيقول لي اول حاجه ان البوند هنا بيبقى فيه اتراكشن فورس ما بين الاثنين، وبالتالي بتبقى سترونج بوند، سترونج بوند، وده طبعا بيأثر في الميلتنج بوينت بتاعت المينرالز. يعني لو خدت صوديوم كلورايد رغم ان هو بيدوب في الميه، هيجي لنا دلوقتي بيدوب ليه، لكن عموما ان هو رغم ان هو بيدوب في الميه، لكن هو الميلتنج بوينت بتاعته مرتفعه جدا. بسبب ايه؟ بسبب الاتراكشن فورس ما بين التو ايونز، وبالتالي اللي بيديني سترونج بوندنج. كذلك بيديني الهاردنس بتاعته غالبا بتبقى من مودريت لو هاردنس. ليه الكلام ده؟ لان انا يعني في عوامل تانية بتأثر في قوة الربطة الموجودة عندي، وبالتالي المينرالز اللي بتتكون عندي غالبا بتبقى مودريتلي هاردنس. وطبعا لما نيجي ناخد الأمثلة هنشوف كل نوع من المينرالز الهاردنس بتاعته بتعتمد على ايه بالتفصيل، لكن انا بتكلم على الجنرال بروبرتيز بتاعت الايونيك مينرالز. كذلك هو مودريت دنستي، مودريت دنستي اكتر مينرالز بيبقى فيها الدنستي عاليه اللي هي الميتاليك مينرالز زي ما هيجي لنا بعد كده. طيب هو عشان دي بتتكون من كاتاينز وانينز، وبالتالي سهل جدا يحصل لها ديسوليوشن في البولارايز سولفنت، اللي بيحصل له ديسوليوشن في البولارايز سولفنت مثال ليها الميه او غيرها. ودي من ضمن الويكنس اللي موجوده في الروابط الايونيك بوندز عموما. برضو اللي هو كمينرال كسوليد مينرال بابور الكتريكال كوندكتور، خدوا بالكم انا بتكلم عليه كسوليد مينرال، ما بتكلمش عليه ك يعني مينرال بيدوب في الميه او كده، بتكلم عليه كسوليد مينرال اللي هو ما عنديش فري ايونز، ما عنديش فري ايونز، وبالتالي هو بور الكتريكال كوندكتورز. الجزئيه اللي احنا كنا بنتكلم عليها ان هو نون دايركشنال، وبالتالي انا ما عنديش اتجاه معين بيبقى الكريستال بيحصل نمو فيها، بيحصل نمو في كل الاتجاهات بنفس القوة، وبالتالي بيدي لي سيمتريكال باكينج، يعني ايزومتريك او كيوبيك كريستال سيستمز. اشهر كريستال سيستمز بتتكون في الفصيلة دي اللي هي الكيوبيك كريستال سيستم، ماشي كده؟ خدوا بالكم الجزئيه دي، انا دلوقتي بقول لك ان تقريبا كتير جدا من المينرالز اللي بتتكون في الايونيك بوند هي تعتبر ايزومتريك او كيوبيك كريستال سيستمز، لكن احنا لما هنيجي ناخد في الامثله هناخد اكسبشن مثلا، ولما نيجي نتكلم على الكوفالنت بوند هنقول الكوفالنت بوند يعتبر دايركشنال نيتشر دايركشنال، وبالتالي المفروض ان هو يديني نون ايزومتريك يعني نون كيوبيك سيستم. في اكسبشن، انا نهتم احنا بالاكسبشنز دي، اكسبشنز يعني انا لما اجي اقول كده ايه هو الاكسبشن اللي احنا خدناه في الايونيك بوند اللي بيديني نون ايزومتريك او بيديني نون كيوبيك سيستم، يبقى مثلا معدن كذا، روتيل او كذا زي ما هنيجي ناخد. طيب لما نيجي ناخد بعد كده في المعادن اللي هي بتتكون في الكوفالنت بوند، ايه الاكسبشن اللي احنا خدناه اللي بيديني ايزومتريك او بيديني كيوبيك سيستم؟ هنيجي ناخد مثلا الدايموند. يبقى انا خليني ابقى عارف الاكسبشنز دي مهمه عشان بتفيدني في المقارنات. طيب اهم حاجه عشان ابدا قبل ما اتكلم على المينرالز اللي بتتكون في الايونيك بوند ان انا اعرف حاجه اسمها الكوردينيشن نمبر. طيب الكوردينيشن نمبر احنا هنتعرف على تعرفها في السلايد بعد كده، لكن اهم حاجه نعرف النيتشر بتاعتها، ليه هي ايه هي الكوردينيشن نمبر وبتيجي ازاي الكوردينيشن نمبر. احنا بنقول ان الاستراكشر بتاع المينرالز، الاستراكشر بتاع المينرالز او عموما الايونيك كومباوندز، الاستراكشر بيعتمد على السايز بتاع الكاتاين والانايونز. عند دلوقتي عندي في كاتاين هترتبط بانايون، في انايون هترتبط بكاتاين، غالبا الكاتاين بيبقى اصغر في حاجه، لكن عموما في واحده هترتبط تاني، فبالتالي انا الصغير ده محتاج كام واحده من الكبير يبقى حواليه، وبالتالي السايز بتاع ده والسايز بتاع ده بيديني او بشكل الاستراكشر هيختلف اعتمادا على السايزز بتاع الاليمنتس اللي موجوده حواليه، ودي من اهم الحاجات اللي تتحكم في الاستراكشر او طريقه تكوين الاستراكشر بتاع المينرالز في الايونيك بوند، اللي هو السايزز بتاعت
الاليمنتس، وبالتالي طريقة الرص بتاعتها هتبقى ازاي. طيب عشان يبقى المينرال ستيبل، المفروض المينرال بتاعي بيبقى موجود في الستيبل فورم، عشان يبقى المينرال ستيبل لازم الكاتاينز والانينز اللي بتبقى حوالين بعض بتبقى ان كونتاكت، بتبقى ان كونتاكت عشان الـ يعني يبقى المينرال بتاعي ستيبل. زي ما هنيجي نشوف كده، ان انا لو في عندي فراغات ما بين الكاتاينز والانينز المينرال بتاعي مش هيبقى ستيبل، وبالتالي هيتفكك بسهوله. فعشان يبقى ستيبل لازم يبقى في عندي الكاتاين والانينز تبقى ان كونتاكت، وبالتالي السايز بتاعتها لازم تبقى يعني ليها رولز معينه ازاي بتتبنى الاستراكشر بتاعي ده. بمعنى تاني ان انا عشان الاليمنتس او المينرال بتاعي يتكون لازم الكاتاين والانينز اللي موجوده عندي تبقى ان كونتاكت، وعشان تبقى ان كونتاكت فبالتالي السايز بيتحكم في كام اتوم محتاجها تبقى حوالين الذره بتاعه الكاتاين الموجوده عندي، او لو انا بتكلم على اناين محتاج كام ذره من الكاتاين ممكن تبقى موجوده حوالين الذره بتاعه الاناينز الموجوده عندي. طيب الكوردينيشن نمبر احنا بنعرفه بايه؟ بنقول هو عدد الذرات اللي هي ليها شحنه مخالفه اللي تبقى موجوده حوالين الذره بتاعتي. يعني لو انا عندي ذره من كده اكس، الذره من اكس دي وفي ذره تانية مثلا من دي، كم ذره من الاكس دي، كم ذره من الاو دي محتاجه تبقى موجوده حوالين الاكس. هو ده معنى كلمه الكوردينيشن نمبر، اللي هو احنا بنعرفه الـ number of the nearest neighbor of opposite charge in contact with the given ion. يعني عدد الذرات المختلفة اللي المفروض تبقى حوالين الذرة بتاعتي. لو انا اتكلم صوديوم كلورايد، انا الصوديوم ده محتاج كم ذرة كلورايد تبقى حوالين الذرة دي. هو ده، وطبعا ده ليه تعريف تاني، هو بيقول لي number of cations around a given ion and the number of anions around the given cation. طبعا احنا اللي هو بنسميه هنا اللي هي الـ opposite charge. opposite charge. طيب الرقم ده بيعتمد على ايه؟ بيعتمد على الريديوس، الريديوس او الريشيو ما بين البوزيتيف على النيجاتيف ريديوس. يعني الريديوس بتاع البوزيتيف اناين على الريديوس بتاع البوزيتيف كاتاين على الريديوس بتاع النيجاتيف كاتاين. ده مثال مهم جدا، ان ده هيفهمني ازاي بيبقى ستيبل فورم. يعني احنا مثلا بيقول هنا مثلا البوزيتيف كاتاين ده حواليه من البي اللي هو الاي، الاي اليمنتس دي حواليه من البي اربعه، هنا في فراغات في النص زي ما انتم شايفين كده، في فراغات هنا، في فراغات ما بينهم هنا، وبالتالي ده انستيبل، في فراغات هنا انستيبل. طب لو انا البي اناينز دي حجمها كبير قوي هيبقى في فراغات هنا، خدين بالكم هنا ان في فراغات هنا، الفراغات دي بيخلي لي ده انستيبل. طب يبقى فين الستيبل فورم؟ الستيبل فورم اللي هو ده، اللي هو ده الستيبل فورم، اللي هو مفيش هنا فراغات ما بين الاتومز وبعضها. الجزء الكلام ده مهم جدا، وبالتالي انا الوضع ده اللي هو الاربعه دول اللي موجودين حوالين الاتوم دي، ده وضع معين هنيجي نتكلم عليه، هو ده بقى اللي اسمه كوردينيشن نمبر. انا مثلا الاتوم دي محتاجه اربعه من دي مثلا ان هم يبقوا حواليها في الشكل اللي احنا شايفينه ده. طيب اكبر كوردينيشن نمبر موجود عندي اللي هو لو في حاله ان الكاتاين بيساوي الاناين في السايز، لو الكاتاين بيساوي الاناين في السايز، وبالتالي الكاتاين اللي هو الار بوزيتيف على الاناين الار نيجاتيف المفروض ان هو يساوي واحد، ماشي كده. يبقى الراديوس ريشيو هنا لو بتساوي واحد، الكوردينيشن نمبر هنا اعلى كوردينيشن نمبر هيبقى موجود عندي اللي هو بيساوي 12، بيساوي 12. طيب انا بس هنا احب اقول لكم حاجه، ان احنا دايما بناخد الار بوزيتيف على الار نيجاتيف، الار بوزيتيف غالبا بتبقى اصغر من الار نيجاتيف، لان الار بوزيتيف هي اللي بتفقد الكترون وبالتالي حجمها بيصغر، والار نيجاتيف بتكتسب الالكترون فبالتالي حجمها بيبقى غالبا بيبقى اكبر. دي قاعده بس هناخدها كده احنا شغالين، ان غالبا الار بوزيتيف اكتر من الار نيجاتيف. فانا بقول ان انا في حاله الاثنين قد بعض، وبالتالي الار بوزيتيف على الار نيجاتيف اللي هي الريديوس ريشيو
اللي موجودة عندي، بالتالي بتساوي واحد. الكوردينيشن نمبر عندي هنا اعلى كوردينيشن نمبر اللي هو 12، وبالتالي اتوقع ان انا لو الار بوزيتيف على الار نيجاتيف بيساوي مثلا 5 من 10، وبالتالي الكوردينيشن نمبر هيقل. يبقى كل ما الار بوزيتيف على الار نيجاتيف هيقل، الرقم ده هيقل، كل ما الكوردينيشن نمبر اللي عندي هيقل، وهنشوف بالامثله. طيب ده كلام على السلايد اللي فات، ان احنا عندي اعلى كوردينيشن نمبر اللي هو المفروض 12، وكل ما الار بوزيتيف على الار نيجاتيف بيقل، كل ما الكوردينيشن نمبر بتاعتي بيقل عن ال 12. بيقول لي ان اصغر كوردينيشن نمبر، اصغر كوردينيشن نمبر اللي هو في حاله ان الار بوزيتيف على الار نيجاتيف بيساوي تقريبا 0.155، اللي هو غالبا في الهيدروجين فلورايد، وده الكوردينيشن نمبر بتاعي هنا 2، كوردينيشن نمبر بتاعي 2. طيب احنا نبدا نشوف هي دي طبعا قواعد بقى ناخدهم كده كام نوع. عندنا 6 انواع من الكوردينيشن نمبر. اول نوع من الكوردينيشن نمبر في حاله ان انا الكوردينيشن نمبر عندي هنا اللي هو 12، اعلى كوردينيشن نمبر هنا في الحاله دي ان الار بوزيتيف على الار نيجاتيف بيساوي تقريبا 1، ماشي. النوع ده من انواع الكوردينيشن بيسموه غالبا هكساجونال كلوز باكينج، وبيرمزوه اتش سي بي، او الكيوبيك كلوزست باكينج، وده بيرمزوه برضه سي سي بي. ناخد بالنا من الرموز دي عشان ممكن تيجي بعد كده مختصرات يعني. المهم ان ده اعلى كوردينيشن نمبر ممكن يبقى موجود عندي اللي هو ال 12، وده في حاله ان الار بوزيتيف على الار نيجاتيف بيساوي 1. طيب نبدا نقل ان الار بوزيتيف على الار نيجاتيف من 1 لغايه 0.73، من 1 لتقريبا، خلينا بلاش تقريبا، خليها 73 من 100. الكوردينيشن نمبر هنا 8، الكوردينيشن نمبر هنا 8 بيسموه غالبا كيوبيك كوردينيشن. ليه بيسموه كيوبيك كوردينيشن؟ لان انا في عندي اتوم في النص اهي، والاتوم اللي في النص دي حواليها 1 2 3 4، 1 2 3 4 حواليها 8، ده كوردينيشن نمبر 8. بيسموه كيوبيك كوردينيشن لان ده في الاخر عمل لي شكل قريب من شكل الايه؟ شكل الكيوب، وبالتالي بيسموه الكيوبيك كوردينيشن، ماشي. يبقى انا لو 8 بيسموه الكيوبيك كوردينيشن، نحفظ هنا 3 حاجات. نحفظ هنا ان ده كوردينيشن نمبر 8، والراديوس اللي هو المفروض عشان يبقى موجود في الكوردينيشن نمبر 8 اللي هو قلنا من 1 لغايه 0.73، والاسم بتاعه الكومن نيم بتاعه اللي هو الكيوبيك كوردينيشن. طيب هنبدا نقل اللي هو اقل من 0.73، من 0.73 لغايه 0.41، وده الكوردينيشن نمبر بتاعي 6، الكوردينيشن نمبر بتاعي 6، ماشي. وبيسموه اوكتا هيدرون كوردينيشن. ليه بيسموه اوكتا هيدرون كوردينيشن؟ لان احنا عندنا ادي اتوم في النص اهي، ماشي، ودي حواليها 1 2 3 4 5 6، حواليها 6 اتوم، 6 اتوم، عشان كده الكوردينيشن نمبر بتاع سنتر. ليه بيسموه اوكتا هيدرون كوردينيشن؟ اوكتا هيدرون كوردينيشن عشان الشكل اللي اتكون عندي ده شكل الاوكتا هيدرون اللي هو موجود عندي ده، شكل الاوكتا هيدرون مكون من 8 اوجه، مكون من 8 اوجه. وناخد بالنا ان انا هنا مش معنى اوكتا هيدرون كوردينيشن ان ده 8، لا ده غلط، ده مش 8، ده اوكتا هيدرون كوردينيشن ده اللي هو ال 6 كوردينيشن نمبر. طيب اللي بعد كده بنبدا نقل من 0.41 لغايه 0.23 تقريبا، وده بيسموه التترا هيدرون كوردينيشن. التترا هيدرون كوردينيشن الكوردينيشن نمبر عندي هنا 4، كوردينيشن نمبر عندي 4، يعني 1 2 3 واحده ورا، ادي 1 2 3 ودي 4، الكوردينيشن نمبر عندي هنا كام؟ 4، ماشي. اللي بعد كده الترينجولار كوردينيشن، وهنا الكوردينيشن نمبر بتاعي 3، الكوردينيشن نمبر بتاعي 3، والريديوس عندي تقريبا من هنا من 0.23 لغايه 0.15. ناخد بالنا من ان الكوردينيشن انا عندي دي الاتوم اللي في النص اهي،
وادي واحد اتنين تلاتة، ادي تلاتة اتومز حواليها. وبعد كده اخر حاجة عندنا اللينير كوردينيشن، اللي هو كوردينيشن نمبر عندي هنا اتنين، ده الكوردينيشن نمبر عندي هنا اتنين، ويبقى في عندي اتوم حواليها تو اتومز، واحدة يمين واحدة شمال، وعشان كده بيسموه اللينير كوردينيشن. التيبل ده بيمثل لي كل الكوردينيشن نمبر اللي موجود عندي. نعرف هنا الاسم اللي احنا قلنا عليه، هنا الريدس ريشيو، وهنا النمبر بتاعي، النمبر بتاعي هنا مثلا 2 3 4 وهكذا لغايه الاخر خالص. كده احنا خلصنا الجزء الخاص بالكوردينيشن، اللي الصفات الاساسيه بتاعه الايونيك بوند. المره الجايه ان شاء الله او البرزنتيشن اللي بعد كده هحط لكم مباشره انواع المينرالز اللي بتتكون عندي في الايونيك مينرالز، وهناخد كل نوع وايه الحاجات الاساسيه اللي هندرسها فيه. ان شاء الله الجزء اللي جاي يبقى سهل. نقف هنا، وكمل المره الجايه. وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.